إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين البعوضة مخلوق صغير ضعيف لكنها آية من آيات الله عز وجل ضرب بها المثل في القرآن الكريم فلما ذلك؟ قبل البعوضة ذكر الله الذباب في كتابه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وذكر العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فكثر استهزاء الكافرين وقالوا أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أي شيء يصنع فجاء الرد قاطعا أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بها ليدل على عظمة خلق البعوضة وروي أنه لما ضرب الله مثلين للمنافقين في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق قال الكافرون الله أجل من أن يضرب الأمثال فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية ردا على المشككين في كلامه فهذه الحشرة الصغيرة لا يعلم شأنها إلا الخالق جل جلاله فذكرها آية في كتابه العزيز ليتبين بعدها أن البعوضة حشرة عظيمة لها 100 عين و3 قلوب وفي فمها 48 سنة وتملك جهاز استشعار حراري وجهاز تخدير موضعي فتخترق إبرتها جلد الإنسان ولا يشعر بها إلا بعد انتهائها من مص حاجتها من دمه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين